السلام عليكم. السلام عليكم. كلشي بكرام. انا شاب مغربي كنبلغ من العمر 36 عام. خواتي الله يرحمهم والديه 36 عام عشت كامله في الارض. في العادات الاب ديالي تزوج مرا اخرى قبل الام ديالي، ووالد معها بري، ولكن ناضيه لي الورقه على جوج حنا ما كنعرفوش، وخدا الام ديالي هي المراه الثانيه الزوجه الثانيه. امك كانت عارفه مجوج؟ لا ما كانش عارفه بانه عنده ذاك الولد، عاد جا عندنا ذاك الدري واحد النهار وهضر معاه. خدا الام ديالي وليت مع خويا الاولاني، جات الام ديالي حصلاته مع وحده، هو يجري على الام خرج خرج ثلاثه وجري على الام ديالها وقطع لها القرض ديالها في التسعينات. المهم كملنا حنا هذا التعذيب، هو طلق الوالده في 93، ملي طلق الام ديالي بقى كيضربني وكيكتفني وكيعذبني. خوك الاول ما دايرش ليه الوراق؟ خوك الاول ما عندنا حتى شي وراق، ما نعترفش حتى واحد. الام ديالو اللي دارت لها المدنيه وكيتها وسميتها ديالها هي، حيت عيات مسكينه كانت كيضربها حتى هي على ما كيعاود لينا هو. المهم جات الام ديالي هي اللي تزوج بها، دابا الام ديالي حتى هي لقاتهم واحد السيده في الدار قطع عليها القاغط وجرى عليها. والام ديالي دات اختي وخويا، خويا داتو الخيريه واختي داتها كتخدم في الدور. تسهل على الله ما نكذبش، انايا بقيت كنتعذب هنا، عراني في الزنقه انا وخويا لحمه 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 وجري علينا. فما كنجي الدار فما كنجي كيجري علي. المهم ما يربيني جدي وجده في 1993 رباوني، بقيت معاهم ما خصني حتى شي خير. تعلمت الصنعه قريت كلشي وليت بخير. توفى هما في 2002 توفات جده، بقيت مزيان. جاو عماتي بداو كيريحوا عطاوني بيت في السطح سكنت فيه. من بعد ما جدي في 2004، مني ما جدي في 2004 هو طلع عندي وقال لي ولدي دابا دوك اللي كانوا مربينك ماتوا، دابا قال لي بحالك دابا ربك سير عندهم من القبر. حاول ما تخسرش الهضره عندك. اسمح لي اختي، قال لي سير عندهم من القبر، الحق عليهم ربك سير عندهم. المهم بقات عليه هو بالوالد مع الشيطان والو كيسرع عليا. بقيت فانعيش في الزنقه، جاب المراه الثالثه دخلها للدار، تزوج بها وهو يبرد شويه ولات كنطلع كنعس في ديك البراكه حتى عطينا ليا الوراثه. بقيت كنعس في ديك البراكه نهار طلع عندي قال لي جا واش انت ما بغيتيش تلقى باك تمشي تعطيني شي ساعه بامك وحده وباك 36 على قبل هاد الكلمه. شوفوا حالتي عباد الله، شوفوا حالتي كل حاجه كل على قبل هاد الكلمه هادي اللي تيقول لي هو تقلب على باك. النسب ديالي وليت انا واش فهمتي النسب ديالي ما بقاش عارف. اخر المره الثانيه ملي خداها جابها نعسها. المره الثالثه؟ المره الثالثه تخيلي من 3 الصباح وانا معلم. ها نشوف شوف وقدامها هي ناعسه هي وياه كيشوفوا فيا حتى لخمسة الصباح. عاد طلقني وربطني في الارض وكب عليا الماء، هرس لي نيفي ودني راه متقوبه راه ما كانش كيسمعتوها، هرس لي نيفي ها انتم تضربوا جزاء التعذيب ديالو. هذه اخر ضربه ضربني بموج هي وراسي. ودابا كان كيكتفك؟ كيكتفني ربع ايام خمس ايام كيقلبوا علي الناس فين انا، كنخرج مزوق كل مزوق ها انتم شوفوا لي واش دار لي سناني لا ماشوار الطرد قال لي كلي على رقبتي. هذه هي اخر ضربه هي ديال لها الشغل ديال لها التصاور صورتها دابا راه كلشي يقول لك. المهم جيت انا مؤخرا بغيت نطلع هو سد عليا الباب حيت مشيت درت في الكوميساريه شكايه ودرت شكايه للوكيل. ملي عيطوا لي الكوميساريه قالوا لي سير تسامح مع ولدك، انا بغيت نتسامح معاه حيت بغيت نطلع نعس اللي كنعس. هو يقول لي والله ما درتي تنازل ولا دخلتي انا ندير لك تنازل مابقاش ضربني. قال لي لا غنبقى نضربك وغنتعذب وغنقتلك، قال لي انت غادي نقتلك. انا ما بغيتش ملي خرجت دابا سد عليا الباب وريب لي البنت اللي عطاني الولاد تصلح. عاود تزوج بشي مره اخرى عاوتاني من الثالثه. تزوج مره اخرى الثالثه ها هي دابا حتى هي. ولا الرابعه هذه. هذيك الثالثه حتى هي جرى عليها مشات لقات اخشي حتى هي كلها ضربات شدة على مزينة راه ما مشاو. ها هي المره الرابعه الزوجه الرابعه كي دابا كيجيو وياها كيجلسوا الخمر ويطلع عليا حتى يسكر ويطلع عليا واقي ما بغيتش تلقى باك. انا ملي بغيتش عاوتاني ندير التنازل دابا الاخرى ضربني سد عليا الباب وريب لي المحل كامل ودا لي الحوايج ودا لي كلشي. والبيت عطيه لك عمتك؟ البيت عاد لي عمتي هما وراثه هو حقه في السطح وحده كامل. كيقول لي سير عند الدوله هي اللي غادير لك كلشي، انا ما غندير الحبس كيقول لي كل شطر. اما انا غلا بقيت دخلت شي بقيت ندوز الحبس. انا شي دوزت الحبس ولكن ربي وقف معايا حكيت الدار خرجت براءه حكيت الدار على واحد قال لي ملي دارت معاه قال لي سير ربك كيفك تقلب على امك ما تفرطتش ليا عبد الله. وانا مشيت ضربت معاه من دار ربي وقف معايا طلبت منهم السماح ديك الساعه غضب قال لي هذيك الكلمه. المهم ضربت شهر و70 في الحبس ربي وقف معايا خرجت. ملي خرجت جيت للدار قال لي يا ولدي انا انت راه ماشي ولدي وما عمرنا غنعترف بكم كاملين نتوما ولا انت دايرك في الوراق. انا الوراق حيت امي جرات علينا، امي راه ضربت هنا وضربت في راسها باش جري لنا على الوراق. بقات كتجري وقفوا مع الناس بحال وجهكم الله يعطيكم الخير حتى قادوا لنا الوراق. امي مابقاتش كتبات هنا، بتنا هنايا في هذه البلاصه هذه دارت 6 شهور انا وامي وخوتي هنا. نعس 6 شهور حنا كنبغيو نشوفو الزنقة الناس اللي كيعطيونا الناس والناس
اما الجيران كامل ما خدمتي ما والو ما قريتي. انا فين كنمشي نخدم كيقولوا لي الضرابي في هنا شي جديد ليا، هذه الضربه ديالي، اما هذيك الضربت الضربه هذه ديالو ضربني. كنمشي عبد الله كنبغي نخدم ما عنديش توصل، ولكن هذا الشيء حتى واحد ما كيقبلني. صافي الانسان كيشوف من شوفتي تكرفصت عليا حتى واحد ما بقى كيقبلنا عابرنا، على رقبتي درت بيعه وشريه ما نكذبش عليكم، كندخل في راس المال ما عنديش، داكشي اللي كيجي والله ما باعش، علاش كنخسر ديال البارح؟ بقيت ديما بحال هكا وجات كونفيرم ودواب صافي خسرت كلشي، بقات عندي شي بركه والحوايج في السطح ريب ليا كلشي ولا عليا كلشي للزنقه. امك مطلقه دابا؟ امي مطلقه دابا وعايشه بوحده في بيت بكاريه صغار. امي عايشه في بيت واحد. وخويا ما كيجي قليل كيجي يطلع على امي تا هو مشرب وتا نلقاه نجيبو والله ما لقيته كيعيطوا لي طافي التليفون الاخت ديالي تا هي كذلك ومثال عم الله تا هي فين مشات هي المهم تزوج الحمد لله. المهم الاب ديالي دابا ها هو جالس هو السيده يلاه تكات معاه غير هاد السيمانه الاخرى هادي الخامسه هادي الخامسه تكات خداها وانا ما وقفت لا في الطريق ولا وقت لي قداش هادي اللي خدا قداش المهم لاج شي 25 عام 26 باقا صغيره هو ربي تسمع لي عزيز علي هادشي هاهو دابا نجيو نقراو البوليس الحم نطلعو نلقاو دابا وغنلقاو هادشي اللي قلت لكم كاين دابا نطلعو ولكن انا ما قدرتش ما بقيتش تاجر من هاد الناس هادو وتاجر لهم الله يعطيهم الخير الله يرحم لكم شنو بغيتي؟ انا بغيت الله سبحانه وتعالى بغيت منكم غياخذوا لي حقي حقي حتى من 93 لا حنا ما صرف علينا ما وكل خلينا حتى الرشد ديالي تمت 15 في 90 تكملت 15 في 9 ونقول فيا انا لا فوت عراني انا وخويا الاحمد احنا في هاد البلاصه هادي شحال كان عندكم من عام هذيك الساعه فاش عراني حنا كانت عندي انا كانت عندي 8 سنين وخويا عنده 9 سنين ونص هنا ملي خرجنا عريانين جلسنا هنا هو خرج زز الحجر شير علينا هذه ضربه ديال الحجر كاين جوج ضربات انا ديال الحجر ديالو ومشينا من هنا المسافه جوج كيلومتر في كاين الام ديالي عريانين لحمه الدراري كلهم مشيو تابعينا وكيضحكوا عندنا الدراري الصغار هادشي ولا خلاني يعني ما دوزتيش واحد الطفوله بحال بحال ما دوزتهاش ما لقاش الحال انا ما عمرني ريحت مع امي ملي من 1993 عمرني ريحت مع خوش عمرني ريحت مع امي عمرني ريحت مع عمات عائلتي ما عنديش هاد الانسجام ما كاينش على رقبتي ما كاين ها نتوما شوف سولوا اي احد يقولوا لك ما جا عنده فوق 65 واحد تطلبوا فيه ما بغاوش هما يشهدوا معايا الناس كاملين ها نتوما شاهدين معايا الناس هذه الشكايه ديال الوالد جلالة الملك الله يعطيه الخير الله يرحم لكم الوالد هذه الشكايه اللي درتي عند الوكيل هادو الناس ديال ولاد الدرب شهدوا لي حتى هما اما الدوسي كامل حيت دفعت الشكايه ديالهم ما نوريكم التصاور وليكم التعدد ديالو اما الناس شهود هادو كاملين شهود شهود اما الوثائق ديالي كامله خل دفعتها للوكيل جلالة الوكيل الملك وانا التاجر لهاد الناس تاخذوا لي حق وحق الام ديالي حيت كون كنا كبرنا ترشدنا ما بغينا نتسالوا منه والو من 93 حتى لهاد الارج هذا لا 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 الله محمد رسول الله ما عمره عطى امك لا السير ما عمره ما عطى امها العصا عطانا العصا امي ما عطاها العصا يلا ودابا تشوفوا حتى امي هي دوب دخلوا عندها وهاد عطى امها العصا امي راه مضروبه انا وفاتحه على الكواد حيدات محيدات المراره على رقبتي وهي عايشه ما كتخرج ما والو حنا نحاولوا نمشيو عند الام ديالك نمشيو عند الام ديالها ولكن هانتوما غتشوفوا الوضعيه ديالها وغتشوفوا كلشي انا وسطكم ان شاء الله ومعايا مرحبا وكنطلب من الله سبحانه وتعالى وهاد الناس ديال الارض السعيده وقفوا معايا انا راه مواطن مغربي ما باغيش ندير شي حاجه خايبه تحصل الله ما باغيش نبيع الحرام ما باغيش نادي ولاد الناس ما بغيت ندير حتى شي حاجه هو اذان غنخلي من الله وهاد الناس اللي غيوقفوا معايا الله يجازيكم انا دابا كنعس سيمانه في الزنقه شوفوا حالتي سيمانه وانا كنعمرني وليت بحال هكا في حياتي سيمانه وانا كنعس كيفاش كتحس من جهه باب انا كنحس بجهه باب انه اختي هذا ماشي انسان عادي هذا تعدى علينا الام ديالو الام ديالو لحلا السم في الحريره الام ديالو الله يرحمها لحلا السم في الحريره جاب من جات لقات اللون فوق الحريره ماشي هو هذا قالت لها اش كاين قال لها اري اللي عطيني الفلوس ما في هي تدف فوق الحريره وعاير مضربها هما خوتو كلهم شاهدوا وطولنا العمر وغتسمعوا هذا الشيء انا راه ما تنكذبش وها هو كنتمنى من الله هما الناس واقفين معايا هو كيشير كيلو في شي حوايج ما كنكذبوش عزيز عليك با انا با عزيز علي راه كاين شي واحد ما عزيزش عليه با انا عزيز عليه با كنعذبني عذبني في صحتي ما كاينش شي واحد تحرق لوالده الشكار ما كاينش ما كاينش واحد كيمشي يقلب على ولدو عند خواتاتو باش نعس صغير قبل ما انا ندي الدار صافي كيديني كيجيبني كيكتفني كيربط لي 3 ايام هما كيقلبوا عليا 4 ايام ولا كيقول لي دابا خرج وسير قلب على باك ما بقاش جينا امك قلب عليه كنمشي كنقلب على امي امي بدات خويا الخير يا اختي كنبقى نقلب ما كنلقاهاش دابا راه كرات وليت كنعرف امي فين هذا مؤخرا 8 سنين باش كرات الوالده فين تتنعس انايا دابا نمشي دابا نوريكم فين كنعس ولا تمشي معايا دابا نوريكم واش صار دابا كنفرش على الصلايه ديالي الصلايه الصلايه كنفرشها له معايا ولكن ما كنعس حتى كيود الفجر يستاهل عاد كنعس شويه ونهار كامل هانتوما كتشوفو كندير نضاضه باش ما تبانش عليا الحاله شوف حالتي كي داير
شحال عندك ديال الخوت دابا؟ انا عندي خوتي من با جوج، وعندي خويا من با من المرة الاولى ما عنده حتى شي ورقه، وخوتي عندهم اوراق، وعندي خوتي اخرين عاوتاني جوج حتى هما.